يا السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كل شيء بخير وعلى خير. نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير وعواشر مبروكه بصحيحه وبسلامه ان شاء الله. وباش كنتمناو مشاهدينا الكرام، كيف كتشوفوا معايا عندي هنايا القصريه وفيها دقيق. درت هنايا كيلو ديال الفينو الدقيق الناعم، ودرت زلافه ديال الدقيق الابيض. غندير مليويات ان شاء الله للعيد. دوزو نتعرفوا على المقادير. عندي هنايا جوج معالق كبار ديال الجنجلان. انا غندير غنحلق على المليويات ديالي ديال العيد. بطبيعة الحال كيكونوا شويه مختلفين على الايامات العاديه. عندي هنا جوج اكياس ديال الفاني. الفاني راه كيعطينا واحد المذاق زوين بزاف هكا في المسيملات. عندي جوج اكياس. عندي مليحه بطبيعة الحال، بطبيعة الحال غنديرو مليحة. وعندي جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة. ترى هاد المليويات راه كيجيو فنين. بطبيعة الحال عندي بيضة. صافي، وانا ناخذ المبات. ما عادش ندير الخميره، الخميره غنورق بيها ان شاء الله. نخلطها بالبيضة كما هكذا، بعد نعجنهم كي تكون ما بارد. بطبيعة الحال العجينة ما تكونش خفيفة وما تكونش قاصحة. كتشوفوا معايا بعد ما تجمعات العجينه حطيتها فوق الرخامه باش ندلكها مزيان. كيف كتشوفوا معايا بعد ما عجنت العجينه ها نتوما خليتها تسلق شي شويه. دابا غندوز نشكل الكويرات. بسم الله، ضروري ملي كنعجنو العجينة ديال المسمن ولا الملوي ولا أي هدا كنخليوها تسلق عاد كنبداو نخدمو بيها. صافي، غنصمها بحال هكا كويرات بحال هكا، عاد غنطلقهم ونشكلهم على شكل ملوي. بعد ما شكلت الملويات ديالي غناخد جوج خمارات غنديرهم هنا في الزيت ديال الزيت اللي درت فيه الزيت. وغادا ناخد الزبدة باش غادا نطلق الملويات ديالي. انا ما درتش الخميرة في الاول باش ما يغلبونيش في الخميرة وما يضيعش لنا العجينه. من الاحسن هكا وكيجيو غزلان. صافي غنحل ما هكايا وغادا نطلق الملويات ديالي. دابا غنطلق الملويات ديالي. كنورقوهم مزيان باش ما كيجيوناش مدقصين من الداخل.
صافي. وغادي ندير الزبده بحال ما هكا، الزبده والزيت كيف شفتوا راه هي فيها الخميره. كنبداو نطويو بحال هكا، القضيه كتجينا ساهله. كنخليهم حتى كيطلقوا شويه عاوتاني، عاد كنجمعهم بحال هكا. صافي كنبدا نورقوهم بحال ما هكا كيف كتشوفوا معايا. كنورقو غير بشويه لان دايرين الجنجلان باش ما يقطعش لينا العجينه. بالنسبه للجنجلان كيجي زوين في هكا في المسمنات ولا في الملوي، كناكلوش غير العجينه بحال ما هكا. كنسموهم كيف شفتوا بشويه د الفاني بويضه. المهم المليويات ديالنا كيجيو لذاد، فيهم اللذه ماشي غير ناكلو غير العجينه وصافي. وممكن نديرو هاد الطريقه هادي بحال ما هكا، نخليهم بحال ما هكا هي، نبدا نطلق ونحط، نبدا نطلق ونحط حسيت حتى نساليهم، ونبدا نشكل فيهم عاوتاني على شكل ملوي. كي اللي كيدير في قلب منهم السميده ولا الفينو، انا بغيتهم غير هكايا. كيف كتشوفوا راهم مورقين، نستمر بحال ما هكا. غنحطها فوق حتى هنايا عاوتاني حتى ما كيف قلت لكم حتى يطلقوا، عاد نشكلهم كيف كتشوفوا معايا. من بعد كنخليهم يطلقوا بسهوله، كنجي كنطويوهم بحال ما هكا. كتكون العجينه مطلوقه معايا. بعد ما ساليت التوراق دابا غندوز باش نبدا نطيب. نخليهم حتى كيطلقو مزيان، عاد كنقرصوهم باش كيجيونا المليويات ديالنا كيف بغينا، مورقين من الداخل كيجيو بحال شكل رزيزة. معايا كيف كتشوفوا معايا هالمليويات ديالي كيطيبوا. ساعه ساعه كنزيد ليهم شويه ديال الزيت والزبده. شاهدين الاوفياء، هادوما المليويات ديالي كيف كتشوفوا كيف كيجيو، كيجيو فنين، كيجيو مقرمشين. شوفوا معايا ها هما الملوي. كنقدموا لكم بالصحه والراحه، كنتمنى تجربوا الطريقه. الملوي فيه البيض وفيه الجنجلان وفيه سميتو الفاني، كيجي واحد الملوي غزال، كيجي فن، وحتى المذاق كيجي ما نقولش لكم. كنقول لكم عواشر مبروكه بالصحيحه وبالسلامه، وباش كنتمناو في امان الله.